اللي اخذ شركه شلتين للثروه المعدنيه. يعني على فكره الكلام ده عقد فين؟ ده عقد في حكومه الدكتور انديل في عهد الاخوان. يعني زمان كانوا بياخدوا بال 5000 كيلو او بال 160 كيلو في عهد البركه. طبعا الحقيقه خدوا بخطوط الطول والعرض عشرات الاف الكيلو مترات. بعد كده الحقيقه طبعا تم عقد التحكيم اللي احنا اتكلمنا عليه. الحقيقه يعني احنا دلوقتي عايزين ندخل بقى نشوف الثروه الحقيقه المعدنيه دي بتضيع ازاي. اولا احنا ما فيش خصومه بيننا وبين المستثمرين اطلاقا، نحن نرحب بكل مستثمر حر شريف يعني يستثمر، وفي نفس الوقت لو في امكانيه يقيم صناعه اهلا وسهلا لتعظيم القيمه المضافه. اجريت الحقيقه بعض الدراسات بناء على اجمالي الصادرات من خامات المناجم والمحاجن من واقع التقرير السنوي لانشطه الاداره العامه للتراخيص والتفتيش. الحقيقه ببساطه الدراسه اللي اتعملت ازاي؟ احنا خدنا اربع خامات، الحجر الجيري والدولومايت والجبسم والرمله العاديه، دولت بس اللي احنا ايه اللي احنا خدناهم. انا هقول لكم الحقيقه في عجاله، طبعا دخل الدوله منها من هذه الخامات الاربع خامات بس دخل الدولة 21 مليون جنيه طبقا للقانون بتاعها اللي هو 86 لسنة 56. الحقيقة دخل المحليات يصل إلى 8 مليار جنيه. المحليات اللي هو الكارتات والتراخيص، لأن المحليات لما بتاخد هي اللي بتحدد قيمة الترخيص اللي بتديه للمستثمر. وبالتالي مثلا على سبيل المثال الرملة مثلا ب 150 مليم 15 قرش بتتورد لخزينه الدوله ال 15 قرش. المحليات اللي في المحافظات بتدي للمستثمر سي مثلا ب 8 جنيه. يبقى الفرق ال 7 جنيه 85 ده بيروح فين؟ بيروح للصناديق. يعني هنا برضو المستثمر بيدفع، عشان بس نبقى ايه؟ يعني الفلوس دي ما بياخدهاش المستثمر. لكن في المقابل المستثمر ايه؟ لان هي شايلني وشايلك برضو بيبيع حاجات اغلى، يعني مثلا لما نيجي نشوف 15 قرش ثمن الطن بتاع الرمله البيضاء. بياخده هو ب 8 جنيه من المحاجر. بيبيعه هو بقى بره على الاقل 35 دولار. 35 دولار. الدراسه دي الحقيقه يعني ادي اتعملت، وانا هقول لكم بس يعني حاجه بسيطه منها عشان نبقى عارفين ايه اللي حصل فيها. هاخد مثلا الحجر الجيري. طبعا من خلال الحاجات دي عندنا كام؟ كان الانتاج الحقيقه 300 مليون طن. في حاجه اسمها تاوى على الطن. الحقيقه اللي بتاخده الدولة إتاوة على الطن كام؟ 15 مليم ثلاثة تعريفة. المحافظة بتاخد عليه إتاوة كام؟ بتاخد إتاوة عليه 12 جنيه. بتاخد عليه كام؟ 12 جنيه. طبعا وهكذا حسبنا الحجر الجيري وحسبنا كل الكلام ده كله، يعني دي الطريقة وموجودة أيضا. فالحقيقة طبعا واكتشفنا أيضا الكارتات. الكارتات طبعا اللي هي بتتحسب بالنقلة، كل واحد هو ايه بينقل. فكان في طبعا يعني مليون نقله مثلا في 90 جنيه اللي هو الكارتات، لان الكارتات ممكن تعدي على محافظه واثنين وثلاثه تدفع في كل واحده كارته 30 جنيه. طلع الحقيقه ان الكارتات دي بتاخد 131 مليون جنيه. طب اداره المرور، الحقيقه اداره المرور دي بتاخد حاجتين، حاجه اسمها نقلات التصدير ونقلات محلي. يعني الجرار بيبقى حمولته الاساسيه 7 طن او 10 طن. في التعدين لازم يتعب ياخد حمولته 70 طن 60 طن 80 طن. الحقيقه دي هم بيسموها ايه؟ حمولات زايده، فعليها حاجه اسمها الغرامات. حاجه اسمها ايه؟ الغرامات. فبياخد غرامات وهو ماشي. طب افرض بقى هو رايح يصدر بيدفع غرامات تانية ايه؟ للتصدير. يبقى الحقيقه اللي هو زي ما احنا قلنا دلوقتي ان 6 مليار 491 مليون ده اللي بتاخدها المحليات، والحقيقه طبعا اللي بيدخل ميزانيه الدوله اللي هو 21 مليون جنيه، وايضا في حدود يعني 2 او 1 مليار و6 من عشره اللي هو بيبقى لادارات المرور. بيحصل في ثروتنا المعدنيه لا يختلف مطلقا عما يحدث في البترول. في البترول عقود مع جهات أجنبية لصالح الشركات الأجنبية. يختلف في التعدين إن بقى مش شركات أجنبية، موضوع المحاجر اللي سنة 63 برضه يا دكتور 56 تحول من هيئة المساحة الجيولوجية
المحليات وبعدين بنتكلم على الصناديق الخاصة. 56 تحول المحليات يا فندم؟ 56 ده القانون. لا انا بتكلم اتحول امتى المحليات؟ لا ده اتحول بعد كده سنة 63. 63 يا فندم كلامك. لا لا انا بتكلم على تحويل المحاجر. تحولت المحاجر من الجهة المعنية الجهة الطبيعية لمراقبتها واستثمارها وهي المساحة الجيولوجية، تحولت للمين؟ للمحليات الذين لا يفقهون شيئا في المحاجر وقيمتها وازاي دي بتبقى عائد للدولة. المحليات بتطلع فلوس زي ما ذكر الدكتور ضخمة، بتروح كلها في الصناديق الخاصة. ايه مشكلة الصناديق الخاصة؟ الصناديق الخاصة اللي هي مش داخلة في ميزانية الدولة، دي الفلوس اللي احنا شايفينها في البلد ومصر كدولة مش حاطة ايديها عليها. يبقى المشكلة بتاعت المحاجر دي مشكلة مهمة جدا، وهيبقى من الصعب انك انت تاخدها من المحليات دلوقتي الا بدولة قوية وبمجلس شعب قوي، لان المحليات طبعا كل الناس مستفيدة بيها. لا لحسن الحظ في القانون الجديد الحقيقة تحطه كله تحت عشان كده بشكرهم، حطوه كله تحت تحت ايه؟ الثروة المعدنية. في مادة بتحله برضو اللي التفويض الوزير اللي يحلها زي ما هو عايز. كمان لما عملت نزلت كتاب في عيد الثورة الأول تاني الأول في يناير 2012، وأيضا نزلت كتيب اسمه ما بعد الإخوان، الاثنين ذكرت فيهم الجملة الآتية. ليه؟ أولا أهمية الموضوع، ثانيا وعلاقتي بالمهندس يحيى قد إيه أنا كنت بسمع المواضيع دي متقطعة على سنين. المطلوب إنشاء وزارة مستقلة للتعدين والمناجم وفصلها عن وزارة البترول، ونقل إدارات المناجم والمحاجر والعاملين بها من المحافظات، وكذلك هيئة المساحة الجيولوجية إلى وزارة التعدين الجديدة، ووضع الخطط اللازمة لجعل وزارة التعدين والمناجم من أهم قاطرات الاقتصاد في مصر. ثروة مصر عبارة عن إيه؟ بالإضافة إلى الموقع والبشر، فثروتنا في مياهنا الإقليمية، في أنهارنا وبحيراتنا، في أرضنا ما عليها وما فوقها من هوى وما في باطنها من هوى. يعني مثلا احنا بنأجر لشركات المحمول اللي هو اللي يعني احنا بنكسب من الهوى من شركات المحمول، بنكسب من الهوى من الطيران اللي بيخش بلدنا أو بينزل وبيطلع، ده مكسبنا من الهوى. وبنكسب من الهواء من الاتصالات، مش فقط من المحمول، من جميع انواع الاتصالات، حتى شركات البترول بتاع المايكروويف بنكسب منها. اذا احنا بنكسب من الهواء المفروض بنكسب الارض بنبني عليه منشآت، انما ما في باطن الارض مصر لا تكسب منه الا الفتات والقشور. البترول الشركة الاجنبية اللي بتتعاقد مع مصر بتطلع على الاقل 75-80% 75-80% من عائد بترولنا. ده يبقى عدل؟ العقد بيقول كده، العقد بيقول تدفعوا كل اللي دفع اللي صرفناه، وبعد الصرف تدفعوا لنا الضرائب اللي على الشركه اللي بتكسب مليارات مصر الحكومه تدفعها والباقي يتقسم. للاسف. طب احنا عاوزين نرجع للقانون اللي حطه الملك فاروق. القانون اللي حطه الملك فاروق لو رجعنا له النهارده مصر تاخد 60-70% من انتاج البترول. وقس على هذا لما نيجي بقى لمنجم السكري والمناجم الاخرى. انا متصل بالرمل. يعني قانون ملك فاروق اعدل من القوانين اللي جت بقى؟ اي يا فندم، انا ذاكرت الموضوع. انا رفعت قضيه ضد وزير بترول ورئيس الوزراء في موضوعين، موضوع عقود البترول عموما اللي هي بنفس الطريقة نفس العقود اللي قالها الدكتور يحيى في التعدين لأنها تبعهم. عقود البترول بتضيع بترولنا. اللي بياخد حق الامتياز على الموقع لازم يسترد أولا كل ما صرفه، ولا رقابة على ما صرفه. زي ما قالك جاب مصنع بستة مليون، قالك ده 140 مليون، مفيش حد بيراقب. لا هو فيه مفروض يراقب، بس بيراقب مرشي مكسور عينه بيعمل ضد صالح البلد لمصلحته الشخصية وجيبه. هي دي المشكلة. فرفعت قضية لتجميد جميع عقود الامتياز مع الشركات الأجنبية وتعديل
والقضيه ما زالت ساريه، والوزير طلع تصريح انه بيعيد وبيعيد مراجعه هذه العقود اللي احنا في الاخر مال 25% بس تسحب اللي صرفوه بدون رقيب. الثروه المعدنيه داخل جمهوريه مصر العربيه لو هتشوفنا كده اهم وزراء موجودين في السعوديه وزير البترول ووزير الحج، لان هم عندهم الاثنين دول. انا ما ينفعش اعمل وزير حج عندي، دي واحد. اهم وزير في البرازيل وزير الغابات اللي موجود هناك، لان هي دي الثروه بتاعته اللي موجوده. انا عندي اهم مصدرين للثروه موجودين ما عندهمش وزراء وما فيهمش وزاره، الثروه المعدنيه والمحجريه والاثار. طبعا لما اقول انا النهارده بعد الثروه بعد الثوره الاولى 25 يناير عملنا وزير دوله للاثار. وزير دوله يعني وزير الا ربع، يعني وزير كده قاعد في اوضه قد اللي احنا فيها دي ومعاه خمس موظفين ما يقدرش ياخد اي قرار او حاجه. مصر اللي بيخش لها في الخزانه العامه من قيمه الثروه المحجريه بتاعتها كلها اللي بتديها للناس، هي بتتباع بموجب القانون 96 لسنه 56 86 لسنه 56. القانون دوت لما جه عمله عبد الناصر كانت حكومه وكان بيبيع لمصانع الحكوميه اللي موجوده، فكان بين الحكومه وبين الحكومه ما فيش يعني ايه اي يعني نقول ايه، ما فيش حد غريب بيننا، حكومه بتبيع لحكومه. فلذلك الاسعار كلها كانت 19 مليم و15 مليم، كان اقصى حاجه موجوده 19 قرش لبعض اطنان الرخام والجرانيت اللي موجودين في وادي العلاقي في اسوان. اللي بيخش مصر في الخزانه المصريه 60 مليون جنيه، اللي بيخش الصناديق الخاصه 3.5 مليار جنيه، لان المحليات بتعمل ايه؟ تيجي الوحده المحليه او المحافظه هي اللي ترخص من الثروه المعدنيه او ترخص من المناجم والمحاجر، فترخص باسعار 56 وتاخد دوت. يجي استاذنا الفاضل مستثمر تبيع له ده ب 10 امثال وتقول لك اه اتفضل. علشان حسبناهم من 4 5 8 مليار، حضرتك بتقول 3 مليار اللي بيخش الصناديق الخاصه. الصناديق 8 مليار ممكن، بس هو كان على الاقل غير احجار الزينه غير الجرانيت وغير 19 مليون 19 قرش الاثنين اللي رسمت مظهر كانت حاجه كبيره. طبعا انا بقول لحضرتك احنا ماشيين بيها لحد النهارده. انا مفروض بقى دقيقه واحده تمام، انا كان مفروض بقى النهاردة اشوف والله كان جرام الذهب بكام اياميها واحسبه النهاردة يطلع هو ده الجرام يبقى ده القيمة المعادلة ليه. انا ما عملتش ده، انا قلت بجنيه وثبت الجنيه ب 19 مليم وثبت 19 مليم. الثروة دي لو انا وديت القيمة العادلة ليها حاليا النهاردة بتباع للناس اللي موجودين يدخل الدولة خزانة الدولة ما بين 22 ل 24 مليار جنيه، دي واحد. لو طلع قرار من الدولة من خمس كلمات بس ممنوع تصدير اي مواد خام، واللي يقول بقى مصر ما تعرفش اصلا نصنع المواد الخام وبتاع ده كلام، زي اول امبارح في مصر اليوم طلع رئيس هيئه الثروه المعدنيه قال احنا القانون الجديد بيقولوا ما نصدرش مواد خام، ازاي احنا ما نعرفش نعمله. فانا بعت له كده على تويتر رددت عليه ان انت ما تعرفش تصنع انت تقعد في قلب بيتكم لانك راجل فاشل على طول. لما انت تقول النهارده انا ما اعرفش اصنع المواد الخام بتاعتي انت راجل فاشل، انت جاي هنا علشان تقوم بتصنيع المواد دي، كونك ان انت بقى عبيط او ما عرفتش او القصه دي تقعد في قلب بيتكم. الناس اسرائيل في سنه 71 و72 كانت بتفتح انابيب النبالم موجوده وتطير طير على بعد 86 متر، 86 متر يعني حوالي 30 دور، الطير يتشوي يوقف الناس اللي واقفين بقى على الضفه الغربيه موجوده الجنود المصريين بناطيلهم تقع على طول. ما انا النهارده عامل دوت شفت ده، لو هي عرفوا بقى والناس قعدنا نقول معقوله احنا مش هنقدر نعمل ده، الراجل اللي فكر الفكره حل القصه دي كلها ب 3.70 قرش، اربع شكاير اسمنت شك سريع ضرب المواسير شكرا خلصت. يبقى ده راجل بيفكر بره. لو انا قعدت زي بتاع الثروه المعدنيه ده اللي قال ان انا مش هقدر واعمل كان زمان اليهود قاعدين لحد النهارده واحنا قاعدين لحد النهارده بنقول لا صوت يعلو على صوت المعركه. هو ده الاشكاليه اللي موجوده، الناس اللي عندنا فكرهم يا دوبك من شباب ثوره 1919 يا دوبك، يعني هو ده فكر.
الحته الاساسيه اللي مفروضه بقى لازم بيبداوا ينزل من البيت هيوصل ده بيرفع حواجبه بينهب. طيب يبقى احنا الحته اللي احنا عاوزين نعملها ان يبقى في وزاره للثروه المعدنيه ودي تبقى وزاره سياديه، تبقى في وزاره تاني للاثار وتبقى وزاره سياديه، ما جيبش انا وزاره الاعلام وتبقى وزاره سياديه موجوده، ده كلام فارغ. دولت اهم يعني وزارتين يبقوا موجودين. الحاجه الثانيه ان انا يصدر قرار من 5 كلمات، ممنوع تصدير اي مواد خام. القرار ال5 كلمات دولت يدر على مصر عائد من 22 ل 23 مليار دولار ويوفر فوق 820 ألف فرصة عمل. مصر بتستورد سنويا وفقا للأرقام الرسمية ب 60 مليار دولار. الرقم الحقيقي يتجاوز ال 72 لأن احنا عندنا جزء مهرب بالكامل وجزء الفواتير بتاعته مضروبة.